نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، تفضل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، فشمل برعايته الكريمة الاحتفال بتدشين مشروع رماح البحرين معسكر رأس البر، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 56 على تأسيس قوة دفاع البحرين بحضور سمو المقدم الركن البحري الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة. ولدى وصول صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى موقع الاحتفال، كان في استقباله سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. السلام الملكي، سلام، قف. نستأذنكم بانصراف حرس الشرف. سيدي، الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدي صاحب المعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد بن سلمان آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظكم الله ورعاكم. الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي صاحب المعالي يسعدني ويشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن منتسبي سلاح الجو الملكي البحريني أن أرحب بمعاليكم أجمل ترحيب، وتسرنا جميعا رعاية معاليكم افتتاح معسكر رأس البر التابع للدفاع الجوي الصاروخي بسلاح الجو الملكي البحريني. وبعظيم الامتنان أغتنم هذه الفرصة المباركة لأرفع إلى معاليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين 56. سيدي صاحب المعالي، إن الأحداث المتسارعة والتحديات الكبيرة في الشرق الأوسط بصورة عامة والخليج العربي بصورة خاصة قد دفعت بتوجيهات معاليكم للقيادة العامة لقوة دفاع البحرين لوضع خطة تطوير للقدرات الدفاعية لمواجهة التهديدات التي قد تستهدف مملكة البحرين. وكان الهدف من وضع هذه الخطة هو حماية المملكة شعباً وأرضاً والذود عن منجزات ومقدرات هذا الوطن. وبعون من الله وتوفيقه استوجب إنشاء عدة معسكرات ومواقع موزعة بدراسة متقنة في مختلف أنحاء المملكة مع تزويدها بأحدث وأكفأ منظومات الدفاع الجوي. يوافقه إعداد الكوادر البحرينية المؤهلة من أبنائكم منتسبو الدفاع الجوي الصاروخي للعمل على هذه المنظومات، وذلك بلا شك سيكون له عظيم الأثر في تعزيز قدرات الوطن الدفاعية. وما هذا الصرح الشامخ يا صاحب المعالي إلا لبنة متينة من حصن الدفاع الجوي الذي تم تخطيطه وبنائه على أحدث التصاميم وأفضل المنشآت، وبما يسهم بالارتقاء بسلاح الجو الملكي البحريني نحو مدارج الرفعة والمنعة. وأننا نعاهد الله سبحانه وتعالى ثم نعاهد سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظ الله ورعاه، ونعاهد سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه، ونعدكم يا سيدي أن نعمل بكل إخلاص وتفاني كما عهدتمونا لتحقيق أعلى درجات الجاهزية الدفاعية، وبأن نكون العين الساهرة والقوة الحصينة للذود والدفاع عن مملكتنا الغالية من أي أخطار تهدد أجواء ومياه وأراضي المملكة. سيدي صاحب المعالي، نستمد من تشريفكم لحفلنا هذا التقدير والتمكين، ومجدداً فإنني أصالة عن نفسي ونيابة عن منتسبي سلاح الجو الملكي البحريني نتقدم إلى معاليكم حفظكم الله بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على كل الدعم الذي يحظى به سلاح الجو الملكي البحريني. ختاماً يا سيدي يا صاحب المعالي، نجدد العهد والولاء والطاعة لسيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظ الله ورعاه، سائلين المولى عز وجل أن يمد جلالتي بالصحة والعافية ويحفظه ويطيل في عمره، وأن يديم علينا جميعا نعمة الأمن والأمان والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة حفظه الله، وأن يحفظ معاليكم الكريم ويوفقكم ويطيل في أعماركم ويبقيكم ذخرا لمملكتنا الغالية ويسدد على طريق الخير خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وقد تفضل صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين بالاطلاع على معدات الدفاع الجوي الصاروخي، وقام معاليه بجولة استمع خلالها إلى إجهاز حول المشروع وأقسامه المختلفة، وجرى إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع. بهذه المناسبة أوضح صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن قوة دفاع البحرين أو أن الدفاع عن مملكة البحرين أمانة مقدسة ومسؤولية عظيمة يتوارثها جيل عبر جيل من الرجال المخلصين الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن المملكة، وقوة دفاع البحرين تقف دائما برجالها وعتادها شامخة عزيزة حافظة لرسالتها الوطنية السامية تحرس المملكة وتفتديها بالغالي والنفيس، وما يزيدها اعتزازا وفخرا
إن مؤسسها وباني نهضتها وقائدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة رعاه الله. مضيفا معاليه أنه بفضل المؤازرة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، تتقدم ألوية قوة دفاع البحرين نحو المجد والإنجاز وترتفع بيارقها نحو الشموع حتى تظل المملكة في أمن واستقرار ورخاء وازدهار. أكد صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن قوة دفاع البحرين ومنذ بدء التشكيل الطبيعي لأسلحتها ووحداتها هي في عملية بناء مستمرة لقدراتها البشرية ومنظوماتها القتالية، ولله الحمد فقد تنامى صرحها ونهضت نحو الطليعة باقتناء الأسلحة الحديثة والمتطورة والتي استوعبها الضباط والفرد في قوة الدفاع وأدارها وصانها وقادها بكفاءة. مضيفا معاليه أنه بعزم هؤلاء الرجال المخلصين تمضي قوتنا الوطنية بثبات نحو مدارج الرقي والتقدم، آخذ بركائز القوة والمنعة بامتلاكها لمنظومات دفاعية برية وجوية وبحرية حديثة، منها المقاتلات المتطورة والفرقاطات والسفن الحربية العصرية والصواريخ المتقدمة، مما جعل أساسها راسخ مكين وأوصلها إلى مصاف الجيوش المتقدمة. قال صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين: إننا في قوة دفاع البحرين نشكر الله تعالى الذي هيأ لنا قيادة برؤية مستنيرة حريصة على أن تكون قوة دفاعنا مثالا طيبا للقوة الحديثة الآخذة بكل أسباب التطور والنجاح المتسلحة بمقومات العزة والظفر الواضعة نصب عينها أن القوة الحديثة لم تعد تقاس بكثرة العدد وإنما بالكيف والنوعية، والتي عمادها رجال مؤمنون بالله تعالى مؤهلون ذوي كفاءة وقدرات عالية، قوامها سلاح متطور وفعال للذود عن ثرى وسماء ومياه البحر الوطن. حضر الاحتفال سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز المخابرات الوطني وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.